عندنا بالدرس الأول من وحدة الكتلة وحدات قياس الكتلة، مثل ما أخذنا درس وحدات قياس الطول، رحنا في الكتلة كمان لها وحدات قياس. بالأول إيش هي الكتلة؟ الكتلة هي عبارة عن مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، يعني كم موجود فيه مادة. إحنا عادة نحكي عن وزن، بس الوزن مختلف شوي عن الكتلة، بس مبدئيا خلينا نحكي عن الكتلة تحديدا، ان هي مقدار ما يحتويه جسم من مادة، بس ما بنفوت بتفاصيل او بتصير زي مادة الفيزياء. عندنا وحدات قياس الكتلة هم ثلاث، وحدة للاشياء الصغيرة، وحدة للاشياء الوسط يعني، وحدة للاشياء الكبيرة. الاشياء الصغيرة وحدتها جرام، والاشياء الوسط وحدتها الكيلوغرام، كيلو، والاشياء الكبيره وحدتها الطن. طبعا زي ما تعلمنا بوحدات قياس الطول، كل وحده لها اختصار. الغرام من حرف الغين او بالانجلش نكتبها جي، والكيلوغرام كي جي، طبعا اسمهم لتر. والطن اصلا هي كلمه كلها حرفين، فبالانجلش نكتبها كلمه تي او ان، طن. هيك اختصارها او كتابتها في الانجلش. عندك وحدات قياس الاشياء الصغيره هي الكيلو او عفوا الغرام، تقاس مثل خاتم ذهب، خاتم فضه، الاشياء الصغيره. اما الاشياء اللي حجمها وسط مثل كيس رز، كيلو تفاح او مثلا كيس تفاح او صحن تفاح. عندك وزن الانسان، هي تعتبر قياس الاشياء المتوسطه. دائما لما نحكي انه مثلا لما يكون الانسان نصحان شوي بصير نحكي عنه والله زايد 2 كيلو، يعني وين زايد 2 كيلو؟ زايد على جسمه 2 كيلو. وزن يعني وزن الانسان، وزن الاشياء اللي ممكن نقيسها بالميزان العادي. الاشياء كثير ثقيله يعني مثل الفيل، ما رح نحكي وزنه 10 كيلو او 20 كيلو، لا رح يكون بالطن، مثلا 1 طن 2 طن. وزن السياره، وزن القطار، وزن الباخره، وزن الاشياء الكبيره كثير ما بتتحمل انه نحكي عنها بالكيلو، هذا ممكن نحكي بالكيلو بس بيطلع رقم كثير كبير. فالوحده المناسبه لها وحده الطن. إذا عندنا ثلاث وحدات قياس الكتلة. الوحدة الأولى للأشياء الصغيرة وحدة الغرام، الأشياء الوسط الكيلوغرام، والأشياء الكبيرة أو الثقيلة الطن. عندنا هون لقياس الكتلة بنستخدم أداة الميزان. إذا الميزان للقياس، طبعا في أنواع للموازين أو للميزان، في عندك ميزان بتاع الذهب، في ميزان بتاع الخضرة، وفي ميزان اللي بيكون رقمي بالأرقام. حاليا أكثر بستخدم بالأرقام لأنه دقيق أكثر. عندي هون مثال أمثلة، مثلا عندي الحوت، إيش وحدة القياس المناسبة، وحدة قياس كتلة الحوت المناسبة لها؟ هل هي الغرام ولا الكيلو غرام ولا الطن؟ مين البطل اللي بيعرف؟ اكيد الحوت نحتاج له الطن، لانه يعني كثير كبير الحوت ضخم، مش معقول يعني مش نستخدم نحكي عنه بالكيلو او بالغرام. طيب السياره، سياره بابا، سياره ماما، اي سياره بدك اياها، لو بدي اجي اقيس وزنها، طيب لا مش السياره. أمثلة هلا عنا، عندي الحوت، ما هي وحدة القياس أو قياس الكتلة المناسبة لوزن الحوت؟ عندي الغرام ولا الكيلوغرام ولا الطن؟ مين البطل اللي بعرف؟ صح أكيد وحدة القياس المناسبة للحوت هي الطن، لأن الحوت كثير كثير كبير ضخم. طيب عندي أحمد، أحمد طالب بالصف الرابع. صف رابع ألف. لو بدي أقيس وزن أحمد، كم أو إيش هي وحدة القياس المناسبة؟ بالطن؟ أكيد لا. بالغرام؟ لا أكيد لا. الوحدة المناسبة له هي الكيلو غرام. دائما نتذكر إنه الأحرف سمول لتر. طيب خاتم فضة زي خاتم الذهب، هلا الخاتم أكيد مش بالطن، كان إحنا لو عندنا خاتم بالطن كان عندنا هلا ما بتحتاج تشتغل انت مليونير خلص. وبالكيلوغرام يعني اعطي له ماما هديه. اكيد الخاتم رح يكون بالغرام، لانه الخاتم رح يكون صغير، 1 غرام، 2 غرام، 3 غرام، هيك الخواتم او الخاتم، خاتم الفضه، خاتم الذهب بوحده الغرام. هلا بدنا نحل تمارين من الكتاب، من كتاب التمارين صفحه 42.
صفحة 42. هي صفحتين للتمارين بس حل واحدة تكفي، بده يحل الثاني ما في مشكلة. بحكي لك السؤال، اكتب في المربع قيمة كتلة الصندوق بالكيلوغرامات في كل ما يأتي. عندك حكينا أداة قياس الكتلة هي الميزان. عندك الميزان هون محطوط عليه مكعب أو مستطيل أو صندوق بالأصح. الصندوق هاد في طلع الوزن، الوزن هاد بالكيلوغرام، هم يحددوا لنا الوحدة تاعتهم، بس بحكي لك اكتب الرقم أو اكتب القيمة تاعته. دائما لما نيجي نقرأ الميزان لازم نقرأ من الوحدة الأصغر للأكبر، ما بصير نقرأها عكسي من الأكبر للأصغر، بنبلش من عند الصفر دائما. زي المسطرة، زي ما تاخذ الطول نفس الشيء على الميزان، من عند الصفر اطلع، لأنه راح يطلع القراءة عكس، تطلع غلط دعمينها من هون. نبلش من عند الصفر، يلا بلش معي، صفر، بعدين عندك 1 كيلوغرام، بعدين عندك 2 كيلوغرام، المؤشر هون بالضبط على خط تاع 2 كيلوغرام، إذا الإجابة هون إيش؟ 2 كيلوغرام، 2 كيلوغرام. عندي غلبة الميزان، بلش من عند الصفر، صفر، 1 كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، ما وصل ال 4 كيلو، المؤشر اجى بين الثلاث وبين الاربعة، معناته الرقم الاساسي او وزن الاساسي للقطعة عندنا هون مش اربعة، الرقم اللي تعدينا منه لسه ما وصلنا الاربعة، فالرقم الاساسي عندنا هون ثلاث. طيب هو بين الثلاثة والاربعة، معناته بدنا نحط هون الشحطات هذول الصغار، بدنا نعدهم ونشوف كم شحطة بينهم، لأنه هذول تعتبر غرام، لأنه أصغر من الكيلو، فمعناته كيف بدي أكتبها؟ راح أحط فاصلة عشرية ونعد، ما بنعد الثلاث، بنعد اللي بعد الثلاث، 1 2 3 4 5. نعم طلع 5، إذا الإجابة 3.5 أو نقرأها 3.5، 3.5 كيلوغرام. جيم عندنا هون من الصفر، 0 1 2 3 4 5، ما وصلنا الخمسة، وقفنا عند الأربعة، إذا الرقم الأساسي هو 4، راح نحط فاصلة عشرية. عد بعد الأربعة كم شحطة عندنا؟ 1 2 3 4 5، إذا فاصلة 5، صار 4.5 كمان كيلوغرام. آخر وحدة دال، 0 1، ما تعدينا، ما رحنا عند الاثنين، بس عند الواحد وبينهم بالشحطات اللي بين الواحد والاثنين، معناته الرقم الأساسي إيش؟ 1، حط فاصلة عشرية، عد الشحطات اللي بالنص، 1 2 3 4 5، كمان 1.5 كيلو غرام. طيب عندنا هذا السؤال الثاني كمان بصفحة 42، اكتب في المربع قيمة كتلة الصندوق، بس هاي المرة هم يحددوا لنا بالغرام في كل من ما يعني. لاحظ يا رابع انه هون عندي الصندوق صار صغير، لانه هم بدهم اياه بالكتلة الغرام او المناسب له الغرام، فالصندوق صار صغير. الارقام هون تغيرت، بطلت بالكيلو غرام، صار بالغرام. صفر، 100 غرام، 200 غرام، 300 غرام، 400 غرام، و500، اكيد رح نبلش مع الصفر نعد. طيب نشوف نشوف المؤشر لوين وصل، 0 100 200 300، ما وصلنا 300 قبليها بشحطة واحدة، فراح نعمل 200 هي الرقم الأساسي، 200 غرام، بس لسه ما خلصنا لأنه في شحطات بالنص. طيب من 200 ل 300 لو بدنا نعد، ما رح نعد 201 202 بعدين تصير 300، لا رح نعد 210 220 230 40 50 60 70 80 90 لحد ما نوصل ل 300. نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هي نفسها 10 20 30 40 50 60 70 80 90، المؤشر صار عندي 90، اذا عندي كمان 90، اكتبها صح، 90 غرام. طيب 200 زائد 90، 290 غرام، صح 290 غرام عندي هون. طبعا تقدر هون تختصر، ما في داعي تعمل هيك، بس انه للتوضيح تقدر تختصر على طول تكتب الجواب. هون عندنا بالمثال باء، 0 100 200 300 400 500، شوف المؤشر تعدى 500؟ لا تعدى بس 400، اذا العدد الاساسي هو 400. شوف عدد الشحطات، شوف عدد الشحطات اللي بعد ال 400، زي ما حكينا 10 20 30 40 50 60 70 80، اذا 400 زائد 80 400 غرام، زائد 80 غرام بتصير 480 غرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا طلاب الصف الرابع. اليوم بأصدر لكم درسين من الوحدة 15. قبل ما ندرس الوحدات بدي أذكركم بشغلات. بدي إياكم أنتم بالبيت تراجعوا لي الدروس المهمة اللي أخذناها من أول. أول درس بدي إياكم تراجعوا لي إياه العوامل والقسمة الطويلة والضرب بالطريقة الموسعة، كثير مهمة. أولويات العمليات الحسابية، وحدات قياس الطول والتحويل بينهم، وكمان كتير 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 مهم بدي من كل الطلاب مراجعة جداول الضرب، فرصة انك تتمكن منها وانت بالاجازة وانت بالبيت، عشان بس نرجع ناخذ دروسنا ونكون اشطر من اول.